والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. بداية باسم مجلس نقابة محامين المنوفية وباسم كل شباب محامين المنوفية وباسم قاعدة مجلس نقابة عن المنوفية أرحب بكل السادة الضيوف وعلى رأسهم السيد معالي النقيب العام سامي عاشور رئيس نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العربي. طبعا برحب استاذ حماده كروره نقيب محامين اسوان. الاستاذه اشجان الخير. طبعا انا كان بودي الاول ان اقوم بالترحيب بشخصي بكل فرد باسمه من كل السادة الضيوف النقباء العظماء اللي شرفونا ونورونا النهاردة وكل السادة أعضاء مجلس النقابة العامة وجميع السادة أعضاء النقابات الفرعية ضيوفنا النهاردة. لكن أخويا طبعا هاني قال إيه على حطين يعني علاء علام سبقني ورحب بيهم جميعا. لو عاوزين أرحب أرحب تاني. بداية طبعا احنا بنعتذر للزملاء شباب المحامين بمعهد المنوفية عن التأخير، لكن الارتباطات وانتوا عارفين مدى المسؤولية الكبيرة جدا على معالي النقيب العام، ودايما احنا بنسعد به في وجوده معانا بالمنوفية، فاحنا بنقبل كل وقت النقيب طبعا وننتظره، ولو قعد الفجر هنستناه يبقى موجود معانا ان شاء الله. يعني بداية لو اتكلمنا عن نقابة المحامين فمعهد المحاماة هو احد انجازات نقابة المحامين، وهو من ضمن مجموعة انجازات تم تقديمها من نقابة المحامين على مختلف انواعها، وكان لزاما علينا ازاء ما بيتم حاليا على الفيسبوك من اشاعات مغردة ومعلومات بتوصل للزملاء مغلوطة للأسف. كان لقاءنا وترتيبنا مع معالي النقيب العام هو اليوم على اعتبار ان هو بنهنئ دفعة المعهد الفرقة الثانية اللي هو المجموعة الثانية اللي اتخرجت، وبنستقبل طبعا زملائنا الجدد في معهد المحاماة. كان ضمن ورقة العمل انه يحتوي هذا اللقاء على كل المغالطات للأسف اللي احنا بنشوفها منتشرة في كثير من النقابات مش المنوفية بس، على مستوى الجمهورية. ويمكن انا داعي ناس النهاردة من ضمن الموجودين لاني وصلهم معلومات مغلوطة في اشياء كتير جدا للأسف مش عارف توصل ازاي، والفيسبوك وكل الاتجاه بيمشي وراه. لكن اذا تحدثنا عن اعمال نقابة المحامين فانا لوحدي مش هتحدث، هقعد يوم واثنين وثلاثة، لكن هذا المجال هو مجال معالي النقيب لانه هو طبعا صاحب القرارات مع مجلس قوي جدا كان مؤيد له في كل المواقف. زي ما قلت انا مش هطول عليكم النهارده، برحب بكم جميعا وكلنا شوق طبعا. وقبل ما اتكلم طبعا هقول بنرحب بالمنصه الكريمه بتاعتنا ومعالي النقيب خالد بيه راشد طبعا، احنا هم نسيوه بس هو صاحب البيت وصاحب المكان. وانا طبعا هترك المنصه يقدموا طبعا الكلمات حسب التوالي الموجود. شكرا لحضرتك.